أول علاج للوسواس أن يقطع الإنسان الفكر في هذه القضايا. اقطع تماما، لا تستجيب للشيطان، لأنك تعلم يقينا أن الوسواس من الشيطان، فاقطع الفكر فيه ولا تستجيب له. ثم إياك أن تكرر شيئا. يعني أمرك بزيادة الوضوء، أو قال لك والله أن الصلاة، أنك أنقصت الصلاة أو غيرها، ما دام عندك مرض الوسواس إذن فالأصل أن كل زيادة تقوم بها إنما هي للشيطان وليست لله. فتأمل هذا المعنى، أن كل زيادة تقوم بها استجابة لهذا الوسواس إنما هي للشيطان وليست لله. ولا أظنك تحب أن تكون الزيادة للشيطان، أو أن يكون الشيطان يتلاعب، تسمح للشيطان يتلاعب بعقلك وفكرك إلى هذا الحد. فكل موسوس يعلم أنه هو السبب فيما أصابه بعد إرادة الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ أنت الذي فتحت هذا العقل للشيطان يتلاعب فيه كيفما شاء، افعل كذا، هذا ما يصلح، من كذا. وهذا ورد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتى الرجل وقال يا رسول الله إني لا أجد في نفسي أن تقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى إني أو إنها لتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بإذنك عباد الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger.